بكم طلاب الأعزاء، طلاب الصف الأول الثانوي، الوحدة الثالثة، الدرس الثاني والثالث، بعنوان العشيرة والقبيلة والأمة والقومية. بداية سنتكلم عن العشيرة والقبيلة، وسننتقل إلى الأمة والقومية. سنقوم بتعريف العشيرة. ما هي العشيرة؟ العشيرة اصطلاحا هي نظام اجتماعي تتكون أو ترجع إلى جد واحد، إلى جد واحد، ولهم ثقافة وفكر ولغة وأيضا مصالح مشتركة. هي نظام اجتماعي تتكون من أب أو جد واحد، ولهم ثقافة وفكر ولغة وأيضا مصالح مشتركة. وتعود العشيرة دائما إلى ما يسمى بشيخ العشيرة، وهو المؤسس الحقيقي للعشيرة ومسؤول عن الأمور الاقتصادية والاجتماعية، وهو دائما مسؤول عن الأمور الاقتصادية والاجتماعية. وأيضا يمكن القول أن العشيرة هي اتحاد مجموعة من الأسر، يعني متكونة من أب أو جد واحد، تكون من عدة أسر هي العشيرة. وأيضا تقوم بثقافة معينة ولغة معينة وتاريخ معين، وأيضا مصالح مشتركة فيما بينهم، وأيضا توجد علاقات قوية ومترابطة لها تأثير في شيخ العشيرة الذي يقوم بإدارة هذه العشيرة. طبعا يوجد علاقات قوية بين شيخ العشيرة والأفراد الموجودين في العشيرة. طبعا حيث أن العشيرة لها صفات، ومنها حيث أن العشيرة قاومت في وجه القوى السلطوية وأبدت كل القوى الموجودة عندها في سبيل التخلص من طمس هويتها، يعني حيث قامت الكثير من الأجندة الخارجية، يعني مثل الدول الرأسمالية والنظام الرأسمالي، بطمس هوية العشائر. فقامت العشائر في وجه هذه القوة متماسكين مع بعضهم بعضا في سبيل التخلص من طمس هويتهم والحفاظ على الطابع الاجتماعي، وأيضا الحفاظ على الطابع الاجتماعي، الحفاظ على الطابع الاجتماعي. يعني العشيرة كمصطلح تكلمنا أنها نظام اجتماعي تكون من جد أو أب واحد، وأيضا هناك شيخ عشيرة، وأيضا العشائر يدا واحدة متمسكين مع بعضهم البعض، علاقات قوية. عندما تصبح مشكلة ما أو يصبح ظرف ما يعود إلى شيخ العشيرة. وكما أن العشائر تختلف أيضا، من الصفات العشائر تختلف حسب الأعراف والأجناس، وأيضا الطبيعة الجغرافية لها دور كبير في وصف العشائر. الطبيعة الجغرافية لها دور كبير في وصف العشائر. بعد انتهاءنا من تعريف العشيرة سننتقل إلى تعريف القبيلة. القبيلة هي مجموعة من الناس تجمعهم صلة القرابة والدم، وأيضا تتكون من لغة واحدة وثقافة معينة. أي كل قبيلة لها ثقافة معينة، والقبائل بشكل عام تعتمد على العادات والتقاليد والعقائد الدينية. دائما القبائل تعتمد على العادات والتقاليد والعقائد الدينية.
وأيضا القبيلة هي اتحاد عدة عشائر. القبيلة أيضا هي اتحاد عدة عشائر، سواء كانت العشائر معروفة أو غير معروفة، لكن إذا يوجد صلة قرابة بسيطة فهناك يصبح تجمع بالنسبة للقبائل. وأيضا القبائل وقفت في وجه القوة السلطوية وحافظت على الطابع الاجتماعي لكي تتخلص من الدول الرأسمالية والأنظمة الرأسمالية التي واجهتهم، وأيضا الدفاع عن الشخصيات الموجودة عندهم، وأيضا لكي لا يقوموا الدول الرأسمالية بطمس هويتهم فقاموا بوجه القوة السلطوية طبعا عن طريق حفاظهم على طابعهم الاجتماعي. طبعا القبيلة لها خصائص أساسية سنتكلم عنها. بداية لكل قبيلة أعراف وعادات وتقاليد، أي اتحاد عدة عشائر. من الصفات الأساسية للقبائل هي لكل قبيلة أعراف وعادات وتقاليد، أي اتحاد عدة عشائر. ثانيا حافظت القبيلة على طبيعتها لفترة من الزمن. حافظت القبيلة على طبيعتها لفترة من الزمن. حماية القبيلة من الفساد والفوضى التي تتسم بالمجتمع. طبعا يوجد خصائص أساسية للقبائل. بداية لكل قبيلة أعراف وعادات وتقاليد، هي اتحاد عدة عشائر. حافظت القبيلة على طبيعتها لفترة من الزمن، وأيضا لكل قبيلة أعراف وعادات تقاليد مقيدة أيضا ضمن الصفات الأساسية. وكما أن حماية القبيلة من الفساد والفوضى الذي تعم المجتمع، وأيضا القبيلة تقوم ببناء نفسها خارج هيكلية الدولة، تقوم ببناء نفسها خارج هيكلية الدولة. طبعا يوجد كثير من الصفات، هذه هي الصفات المهمة بالنسبة للقبائل الموجودة. طبعا بعد انتهائنا من الخصائص الأساسية للقبائل سننتقل إلى الأمة والقومية. بداية سنعطي التعريف عن الأمة. كما تعرفون الأمة هي مجموعة من الناس تربط بينهم علاقات قوية ومشتركة تهدف إلى بناء الأمة، تهدف إلى بناء الأمة. أمة طبعا لها علاقات قوية تهدف إلى بناء أمة، وقد بنيت الأمم على أساس علاقات قوية متينة تترابط مع بعض البعض ولها التأثير في بناء الأمة، طبعا عن طريق العلم وعن طريق الرسالة البعثات الموجودة لديهم إلى أوروبا. طبعا يوجد كثير من الأمثلة تكلمنا عنها عن الأمة. طبعا النهضة العلمية والفكرية في أوروبا دائما كانت تقوم بإرسال أبنائها إلى الجامعات العربية الإسلامية في الأندلس، مثل جامعة قرطبة وغرناطة، مثل جامعة قرطبة وغرناطة. أهمية الانتماء إلى الأمة لكي تهتم بأفكار وعقائد الأمة والمساهمة في بناء الأفكار الموجودة في الأمة. مثال: الهوية يجب الانتماء إلى الهوية
وأيضا التمسك بمبادئ الأمة. يعني دائما لازم يكون الفرد الموجود في المجتمع ينتمي إلى الأمة، يقوم بالدراسة أو يقوم بمجهود أو بعمل يقوم في سبيل تطوير ونهوض المجتمع الموجود فيه. هذه هي انتماء الفرد إلى الأمة. القومية، وأخيرا سنتكلم عن القومية، هي مجموعة اجتماعية تعيش على أرض لا حدود واضحة ومعينة، وأيضا لها ثقافة ونظام اجتماعي معين. القومية هي مجموعة اجتماعية تعيش على أرض لا حدود جغرافية معينة طبعا، ولها ثقافة ونظام اجتماعي معين، وأيضا لغة وفكر ومصالح مشتركة. دائما تهدف القومية إلى بناء المجتمع في سبيل انتماء إلى هذه الأمة. دائما الإنسان يجب أن يكون قومي في توحيد اللغة والفكر والتاريخ والمصالح المشتركة بين المجتمعات التي يعيش فيها. وهكذا قد وصلنا إلى نهاية الدرس، سنلتقي في الدرس القادم.